إذن مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سوف نرى من خلاله كيفية إنشاء المجموعات أو الكلاس. فبعد الدخول بكونت تعليم بوهيم أ فنجد نافذتين Create une équipe ونافذة Rejoindre une équipe à l'aide d'un code. طبعا سوف نرى فيما بعد كيفية الولوج إلى مجموعة موجودة سلفا عن طريق كود. فننقر على Create une group. بعد ذلك لدينا اختيارات، أربع اختيارات: Class Communauté de Formation Professionnelle PLC Personnel ou bien autre. Bien sûr, بالنسبة لنا سوف نختار Class قسم، ثم نعطي اسم لهذا القسم، مثلا Class 3e année par exemple كوليج إلى غير ذلك. هذا فقط مثال. ثم نعطي وصف لهذا القسم أو المجموعة. سويفون، ننتظر قليلا. إذن هنا سوف نضيف دي كونتاكت، يعني هنا سواء تلاميذ أو أساتذة، فيمكن استدعاء تلاميذ ويمكن استدعاء أساتذة. فطبعا في الفيديو القادم سوف نفصل جيدا كيفية الاستدعاء التلاميذ. هنا أشير بأن طريقة الاستدعاء تتم عن طريق رقم مسار. إذا نأخذ مثال لعشوائي طبعا لأحد التلاميذ باستعمال رقم مسار. كما تلاحظون يظهر الاسم أوتوماتيكيا وبعد ذلك أجود. كذلك يمكن إضافة مثلا أحد الأساتذة إلى المجموعة. نأخذ مثال عشوائي مثلا ثم أجد ليزيتيديون. كتلاحظوا هناك واحد ثم ليزونسينيون وبعد ذلك فرمي. فالآن المجموعة هي موجودة كما تلاحظون. تم إنشاء كلاس 3e année كوليجيال من طرف دي بي ميدلز. طبعا لحد الآن تحتوي على تلميذ وأستاذ فقط. فخلال الفيديو القادمة سوف نقوم بالتفصيل أكثر.